يسأل مع من يسأل عن صلاة التسبيح هل هي جائزة؟ صلاة التسبيح ورد فيها حديث ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده مقال طويل ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صفة صلاة التسبيح غرابة تختلف فيها عن الصلوات المشروعة، ما فيها من تكرار القراءة والقراءة في الركوع والسجود وأعمال وأقوال فيها مخالفة للصلوات المشروعة، مما يدل على أنها ليست مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكك فيها. وفيما شرعه الله من الصلوات المفروضة والنوافل خير كثير لمن أراد الخير وأراد العبادة، أن الأشياء الثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلوات تكفي ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. هل تضربون مثال شيخ صالح؟ هل تضربون مثال بالصلوات الصحيحة النافلة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مغنية عن صلاة التسبيح التي فيها هذا الخلاف؟ نعم، صلوات النوافل ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أعظمها صلاة الليل والوتر، صلاة الضحى، تحية المسجد، وكذلك الرواتب التي مع الفرائض، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. كذلك النوافل المطلقة، أراد أن يزيد لصلاة الضحى ولأن من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، كل هذا وقت للصلاة. وكذلك من صلاة الظهر إلى العصر، كل هذا وقت للصلاة. وكذلك من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة. الأمر موسع ولله الحمد لله. إذا المسلم في غنى عن هذه الصلاة التي مطعون في سند الحديث الذي ذكرها. نعم، ولكن الذين في قلوبهم مرض ما يحرصون إلا على الأشياء الغريبة والأشياء الشاذة، ويبعثونها ويسرونها للناس ويعرضون عن الأشياء الثابتة ولا يحثون الناس على العمل بها والأخذ بها. نسأل الله العافية والسلامة.